بسم الله الرحمن الرحيم، التحية وتقدير للسادة المشاهدين في كل مكان يتابعونا عبر شاشة قناة النيل الأزرق، وإن شاء الله نبتدي معكم مشوار مساء جديد. مساء الخير يا فاطمة، كيف أمورك؟ الله يسلمك، الله يخليك. فقرتنا الأولى إن شاء الله حتكون مع مؤسسة قرطبة التربوية التعليمية الخاصة. المنتديات الثقافية ودورها في الحراك الثقافي وأهم التحديات في هذه المرحلة. آخر فقراتنا اليوم في أمسية مساء جديد، كيفية تحويل الأحلام إلى واقع. ثلاث فقرات نتجول من خلالها، نلتقيكم بعد الفاصل، عندنا لحن. طب نستمع للحن وبعد نرجع لنتواصل.